سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلاً ومرحباً بكم معنا في بودكاست الشهري عالم ويكي، البودكاست اللي غادي يلقي نظرة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأعظم في تاريخ البشرية. في كل حلقة غادي نتعرفوا وإياكم على موضوع جديد، برنامج جديد، وأيضاً أعضاء جدد. الحلقات غادي تكون بلهجات ولغات مختلفة مثل اللغة العربية والأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبناء أوماس، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في الحلقة ديال اليوم غادي نكتشف مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب من خلال الحوار مع ثلاثة ديال الأعضاء منها، وهما أنس دراتي، ريدا بن خضرة، ورشيد وركية. غادي نحاولوا نحصلوا عليهم على مجموعة من المعلومات اللي كتهم كيفية تأسيس مجموعة المستخدمين، تاريخها ومهماتها وأهدافها، وغادي نناقشوا أيضا الأنشطة والمشاريع المختلفة اللي كتشارك فيها المجموعة. نتمنى تستمتعوا معايا وبرفقة الضيوف ديالي. مرحبا بالضيوف الكرام، كيف حالكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بك أنس. شكرا جزيلا أستاذة لبنى. مرحبا بك رضا. شكرا لبنى على الاستضافة. ومرحبا بك رشيد. مرحبا لبنى، شكرا على الاستضافة. قبل ما نبداو غادي نحاولوا نتعرفوا عليكم واحد شويه، يعني تعطونا معلومات عليكم، تقربونا منكم اكثر. غادي نبدا بانس دراتي. انس، واش تقدر تعرفنا عليك اكثر؟ مرحبا. اولا شكرا مره اخرى لبنى على الاستضافه، وشكرا للناس اللي كيسمعوا هذا البودكاست هذا ديال ويكيميديا المغرب. انا سميتي انس دراتي، من مواليد مدينه سالا. انا الخدمه ديالي مهندس، كنخدم مهندس في الاتصالات، وعضو مؤسس ديال مجموعه مستخدمي ويكيميديا المغرب اللي هي المجموعه اللي غنحاولوا نهضروا عليها في هذه الحلقه. كذلك انا محرر في ويكيبيديا في بزاف ديال اللغات، وعضو في واحد اللجنه حاليا اللي كاينه اللي هي لجنه ميثاق ويكيميديا، اللي هي واحد اللجنه عالميه اللي كنخدموا باش نكتبوا الميثاق ديال ويكيميديا. فصراحه انخرطت في بزاف ديال الحوايج عندهم علاقه بويكيميديا، نظرا لانني كنامن بالمشروع ديال المعلومه الحره وديال التبادل ديال المعلومات ما بين الناس في العالم كله بدون اي قيود، باش كل شيء تكون عنده فرصه باش انه يطور راسه ويكون على معرفه وعلى وعي بشنو واقع في العالم. شكرا انس، شكرا لك بزاف، اهلا بك مره اخرى. الان غادي ننتقل لرضا بن خضرة. رضا بن خضرة، الله يخليك، واش تقدر تعرفنا عليك اكثر؟ شكرا لبنى. الاسم رضا بن خضرة، تران اصل من مدينه سالا. كنساهم في مشاريع ويكيميديا من 2012، ومن هذه الفرصه تحت لنا انه نسوج ويكيميديا المغرب، اللي هي المجموعه اللي كتنظم المساهمات في المغرب. وانا شخصيا باحث في العلاقات الدوليه والحكامه، وفي هذا الاطار جاوا المساهمات ديالي باش نغني المحتوى اللي عنده علاقه بالمغرب ونعطيو له اشعاع مشاريع ويكيميديا بمختلف اللغات، وحتى كذلك انه نشجعوا المبادرات ديال الشباب للتطوع والمساهمه كذلك لتوصل المعلومه للجميع، وتكون واحد المنبر اللي يقدروا يلقاو فيه المعلومات بكل سهوله وبكل اريحيه. شكرا لك رضا، شكرا لك على المعلومات ديالك. والان غادي ننتقل لرشيد. رشيد ورقية، واش تقدر تعرفنا عليك اكثر؟ مرحبا لبنى، السلام عليكم مجددا، وشكرا جزيلا لبنى على الدعوه. معكم رشيد أرقية، الاصل ديالي من اقليم ورزازات، حاليا كنسكن في مدينه اكادير. بالنسبه للدراسه ديالي من بعد الباك قريت الهندسه المعلوماتيه، وحاليا خدام في مجال الاعلاميات، وبالموازات كنخدم على حوايج وحدين اخرين. انا محرر في ويكيبيديا، مدرب معتمد لدى مؤسسه ويكيميديا، عضو فريق قراءة ويكيبيديا في القسم، وعضو في ويكيميديا المغرب، ومن الأوائل المنضمين لها. منذ الانضمام ديالي شاركت في بزاف ديال المبادرات في ويكيميديا، بحال المشاركة في التنظيم ديال ورشات التحرير فين كنعلموا الناس كيفاش أنهم يكتبوا في ويكيبيديا. شاركت كذلك في التنظيم ديال مجموعة من المسابقات ديال التصوير بحال ويكي تهوى المعالم، ويكي تهوى إفريقيا، ويكي تهوى الأرض. شاركت كذلك في العديد من المؤتمرات اللي كنظمها متطوعين من ويكيبيديا،
بدعم في الغالب من مؤسسة ويكيميديا، فين كنتلاقاو مع متطوعين من كاع البلايص في العالم، فين كنتقاسمو التجارب ديالنا، كنستافدو منهم وهم بدورهم كيستافدوا منا. هذا مكان، وأنا سعيد جدا بالتواجد ديالي معكم باش إن شاء الله نحاول نتقاسم معكم التجربة ديالي كمتطوع في ويكيميديا المغرب. شكرا لبنى. شكرا رضا، شكرا رشيد، احنا ايضا سعداء بالتواجد ديالكم معنا، وسعداء اكثر لانكم غادي تقربونا اكثر من مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. هنا غادي نبغي نوجه السؤال الاول ديالي لرضا. رضا، واش تقدر تقربنا اكثر من مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، بمعنى كيفاش تم التأسيس ديالها ومتى تم التأسيس ديالها؟ شكرا لبنى. هو مجموعة ويكيميديا المغرب تأسست في 2015 كمبادرة للجمع المساهمين المغاربة اللي كيكونوا ناشطين في مشاريع ويكيميديا ومن بينها المساهمة ويكيبيديا، كذلك من أجل تنسيق بشكل أكبر المساهمات ديالهم وحتى النشاطات، وكذلك أنه تكون فرصة أنه يداروا لقاءات بين هاد المساهمين لتوحيد الجهود وتوحيد كذلك الرؤى على كيفاش أنه ممكن نساهموا. هو الفكرة ديال مجموعة المستخدمين هي ماشي فكرة جديدة، يعني كانت دول أخرين كانوا سباقين وداروا مجموعة المستخدمين اللي من خلالها داروا هاد الأنشطة وتنظموا مؤتمرات. احنا بحكم في المغرب انهم ما كانوش عندنا واحد مجموعة مماثلة، يعني حاولنا نجمعوا المساهمين المغاربة باش حتى هما ياخذوا هاد الفكرة ويعملوا عليها. المجموعة تأسست كما قلت في 2015، ومن ديك المدة وهي نشيطة على مستوى المغرب في تنظيم مبادرات ولقاءات وورشات، وكذلك هي في التنسيق مع ولا في التعاون مع مجموعات أخرى في إفريقيا وعلى مستوى العالم، اللي الهدف منهم هو أنه نشجعوا المحتوى الحر في موسوعة ويكيبيديا المشاريع الأخرى الشقيقة، ويكون التعاون مثمر كذلك على تحسين المحتوى بمختلف اللغات، وكذلك من أجل توصيل المعلومة لأكبر عدد من الناس. يعني هذا هو التصور العام اللي جات فيه المجموعة، وبفضل المساهمات ديال هاد المشاركين والمتطوعين المجموعة كتكبر يوم بعد يوم، وكيكون نشاط أكبر، وكيكون كذلك أنشطة وبرامج اللي كتمكنوا من الوصول لأكبر عدد من المستفيدين. شكرا لك رضا على الجواب ديالك. الآن بغيت ننتقل لرشيد ونسولك شنو الهدف من تأسيس مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب؟ هو الهدف كذلك من تأسيس ديال مجموعة المستخدمين ويكيميديا المغرب كما أشار ديجا رضا، هي دعم المشاريع ويكيميديا المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالمغرب، وكذلك أننا كنهدفوا أننا نساعدوا وندعموا الويكيميديين المغاربة ونحسن المحتوى المغربي على الموسوعة، وكما قال رضا أننا ننظموا أكثر الخدمة ديالنا ونستهدفوا أكثر المواضيع ولا المقالات ولا المحتوى اللي فيه خصص أو نقص في المغرب، ونديروا الإتاحة ديالو بشكل مجاني ومتاح للعموم. شكرا رشيد على الجواب ديالك. في الحقيقة وانتم ما كتقدموا أنفسكم ما شاء الله، أنس هو مهندس في الاتصالات، رضا هو أيضا باحث في العلاقات الدولية والحكامة، ورشيد أيضا هو تشتغل، هو أنت خديتي الدبلوم ديالك في الهندسة المعلوماتية وتتشتغل في مجال المعلوميات، يعني ما شاء الله عليكم، فريمون تبارك الله عليكم. ولكن شنو اللي خلاكم انكم توجهوا لهاد الخدمه هذه؟ شنو اللي خلاكم تقولوا خصنا ناسسوا واحد مجموعه ديال المستخدمين ويكيميديا المغرب وخصنا نخدموا على هذا المحتوى الرقمي؟ بغيت الجواب من عند انس. هو في الحقيقه لبنى كاين بزاف ديال العوامل علاش يقدروا يخليوا الواحد انه يدخل للعالم الرقمي ويساهم في ويكيبيديا، ولانه من بعد يبغي ياسس مجموعه. اول سبب هو أنه المعلومات في الانترنت على المغرب خاصة شحال هذه كانت قليلة، يعني مثلا
كانوا عدد كبير ديال الناس اللي هما مشهورين في المغرب اللي كيبانوا في التلفازة ولا اللي كيعرفوهم كاع المغاربة، ومني كتحل ويكيبيديا ما كتلقاش انه كاين عليهم صفحة، وهذا كيدل انه عدد المغاربة اللي كيساهموا في هذيك الموسوعة ماشي كتار، بينما مثلا كتلقى الناس اللي مشهورين في اوروبا ولا حتى في بزاف ديال الدول اللي كيهضروا بالعربية كيكونوا الناس اللي مشهورين عندهم متقن مزيان في انترنت. فهذا هو السبب الاول بعدا على شي واحد غادي يبغي انه ينخرط في ويكيبيديا ويكتب، غير باش انه ديك المحتوى اللي عنده علاقه بالمغرب يكبر. الحاجه الثانيه علاش غادي نبغيو زعما تكون مجموعه ولا علاش الناس غيبغيو يتجمعوا بيناتهم، هو انه ويكيبيديا في الاصل ديالها كتركز على الفكره ديال انه كل واحد فيما كان يقدر يكتب معلومات في انترنت، يكتب مقاله ولا يكتب شي معلومه، وماشي ضروري كاع يكون كيعرف الناس الاخرين، يقدر يكون الهويه ديالو مجهوله وكيخدم بواحد الطريقه اللي منعزله على العالم. ولكن الا مثلا هذاك الواحد اللي خدم بهذيك الطريقه اللي منعزله عنده شي تساؤل ولا عنده شي مشكل، صعيب باش انه يلقى اللي غادي يعاونه، لانه غادي يكون معزول وغالبا ما غيكونش عارف ناس اخرين اللي عندهم ديك المعلومه اللي هو تقلب عليها. مثلا لقى شي صعوبه باش انه يعدل واحد المقاله ولا شي حاجه، غادي يكون صعيب انه يلقى الحل، حيت ويكيبيديا ما دايرهش مثلا بحال اللغات ديال البرمجه في انترنت. لغه البرمجه في انترنت تقدر تقلب في اليوتيوب، تقدر تقلب في مواقع اخرى غتلقى تيتوريال ولا غتلقى شي حاجه كتعاونك، اما ويكيبيديا ما فيهاش بزاف هذا الشيء، فاغلب الحالات غادي يخصك شي انسان اللي هو عنده تجربه هو اللي غيعاونك، ولا كنتي ما كتعرفش ناس اخرين كيكتبوا في ويكيبيديا غتكون عندك صعوبه. فهذا كان هو السبب الاول علاش حنا اسسنا هذه المجموعه، هو باش الناس المغاربه ولا اللي مهتمين بالمغرب اللي هما باغين يتلاقاو بيناتهم ويتعاونوا بيناتهم تكون عندهم هذه الفرصه. بطبيعه الحال اللي بغى يبقى بوحدو راه كيبقى بوحدو ما كاينش مشكل، ولكن الا شي واحد باغي يتعاون ولا باغي يستافد ولا باغي يتقاسم المعلومات ديالو، مزيان انه يكون عضو في المجموعه، باش الا جا مثلا شي واحد تيسول على ويكيبيديا ولا عنده شي سؤال، يا اما على ويكيبيديا ولا اي واحد اخر من المشاريع ديال ويكيميديا، القل اللي غادي يعاونو والقل اللي يوريه اكثر. ولكن حتى هذوك الناس اللي عندهم تجربه كبيره حتى هما مزيان لهم انهم يكونوا في مجموعه، لانه اولا يقدروا يتعاونوا بيناتهم، مثلا يقدروا يتفقوا انهم هذا الشهر ولا هذا الشهرين بغينا نخدموا على واحد الموضوع معين، وغيكون عندهم تاثير كبير الا خدموهما كاملين مجموعين. وكذلك انهم كيبقاو يحفزوا بعضياتهم، يعني بحال واحد بحال الجمعيه ديال الناس اللي كيبغوا الفنون ولا الجمعيه ديال الناس اللي كيبغوا الرياضه، كيكونوا بيناتهم باش يناقشوا واحد العدد ديال المواضيع. نفس الحاجه بالنسبه لويكيبيديا، يعني ناس مهتمين بالمجال ديال توفير المعلومة على المغرب ولا المحتوى المغربي العالم بطريقة مجانية. فهذوما الأسباب علاش كيدفعوا الواحد باش أنه يا إما يكتب في ويكيبيديا ولا أنه ينخرط في شي مجموعة ولا يأسسها. شكرا لك أنس على الجواب ديالك. هنا بغيت ننتقل عند رضا. رضا، احنا كنعرفوك انت هو رئيس مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، كيفاش كتشوف راسك في الرئاسة؟ يعني واش من السهل انك تاخذ رئاسة ديال واحد المجموعة وانك تواكب جميع المشاريع ديالها، وكيفاش اصلا كيفاش كتخدم في ظل هذا البوست هذا اللي عندك؟ شكرا لبنى. هو المسؤوليه دي عندها علاقه بنصح التعبير بتنسيق المجموعه، يعني كل واحد فينا في المجموعه عنده افكار ومبادرات، هو الحاجه ولا الدور الرئيسي ديال هذه المساله هذه هي انه كيفاش غادي يكون التدبير ديال هذه جميع الافكار ونديروا واحد المخطط استراتيجي اللي غادي يمشي في المجموعه وغادي تواكبوا باش يكونوا حتى النتائج يكونوا مثمره. يعني على هذا الاساس كنطلبوا مناح من المؤسسات الويكيميديا اللي من بعد غادي نهضروا عليها، وعلى هذا الاساس انه كنواكبوا هذه البرامج وكنشجعهم. الدور كما قلت تنسيقي، يعني كنشوفوا كيفاش حنايا كمسؤولين في المجموعه ولا كاعضاء مؤسسين المجموعه انه كيفاش ممكن نواكبوا هاد الاعضاء الجدد باش حتى هما ياخذوا مسؤوليه كبيرة في المجموعه لاحقا، وحتى انهم من بعد تجي منهم المبادره باش يديروا برامج لانهم يساهموا فيها. وحنا كيكون الدور ديالنا هو المواكبه والتنسيق، وحتى كذلك انه نعطيو الملامح العامه ديال التوجه اللي تمشي فيه المجموعه واش الحوايج اللي باغا تخدم عليهم. وهذا واحد العمل تشاركي، يعني كنتبادلوا الرؤى والافكار، وكيكون عمل جميل، يعني كنسمعوا مختلف التوجهات وشنو الحوايج اللي ممكن نخدموا، وحتى ذلك ممكن نفتحوا على شركاء اخرين اللي ممكن بواسطتهم انهم نفتحوا في مجالات اخرى نخدموا عليها، بحال دابا التعليم مثلا ولا الشراكات
من أجل توثيق موضوع معين إلى غير ذلك. يعني هذا هو الدور كيفاش كيتمثل. شكرا لك رضا على الجواب ديالك. هنا بغيت ننتقل عند رشيد. رشيد وانت كتقدم راسك قلتي انك شاركتي في مجموعه ديال البرامج من بينهم ويكي تهوى المعالم ويكي تهوى افريقيا ويكي تهوى الارض. هنا بغيتك تحدثنا شويه على التجربه ديالك في المشاركه في هذه البرامج هذو. هو شكرا لبنى على السؤال. وصراحه واحد التجربه اللي هي صراحه مهمه بالنسبه لي واستفدت منها بزاف ديال الحوايج. وكما ديجا قلت يعني ان المجموعه يعني منذ التاسيس ديالها كتشارك في هذه المبادرات هذو والتنظيم ديال هذه المسابقات هذه باش انها كما قلنا انها تزيد تحسن من المحتوى المغربي وانها تستهدف المناطق اللي فيهم الخصائص. وكما يعني ديجا ذكرت فالمشاركه ديالي في مجموعه من المبادرات بحال مثلا ويكي تهوى المعالم وغير باش نعطي واحد نبذه صغيره على مختلف المسابقات. فمثلا ويكي تهوى المعالم هي واحد المسابقه عالميه ديال التصوير اللي كينظمها متطوعين في ويكيبيديا وحركه ويكيميديا كل عام فين كتشجع الناس على انهم يصوروا المعالم الثقافيه والتاريخيه ديال البلاصه ولا البلد فين كاينين وكيديروا لهم تنزيل في ويكيميديا كومنز اللي من بعد الى كانت الوقت اننا نشرحوا اكثر هذا الموضوع هذا ولا هذا المصطلح هذا باش تكون متاحه للعموم فابور بشكل مجاني. وهذه المسابقه كما قلت يعني كدار بشكل دوري كل عام والهدف ديال ان ديالها ولا ديال قاع هذه المسابقات حيت الاغلب حيت قاعد تقريبا هذه المسابقات كيتشابهوا سواء ويكي تهوى المعالم سواء ويكي تهوى الارض سواء ويكي تهوى افريقيا. فيعني قاع هذه المبادرات هذو ولا هذه المسابقات هذو الهدف ديالها ان التحسيس بهذا الشيء هذا وبالاهميه ديالو. وكما قلت هي فرصه ان الناس انهم يتعرفوا على الثقافات وانهم يساهموا في الحفاظ عليها. شكرا لك رشيد على الجواب ديالك. رضا وانت كتهضر قبيلات ياك هضرتي على انه كي تتوضعوا واحد المخططات استراتيجيه ياك باش انكم تحاولوا تمشيوا الامور ديالكم المشاريع ديالكم وباش انكم تقدروا حتى تحصلوا على المنح ديال المؤسسه. الله يخليك واش تقدر تهضر لينا اكثر على هذه النقطه هذه ديال المنح المؤسسات. هو مؤسسه ويكيميديا تاسست في 2003 كمؤسسة جامعة لمشاريع ويكيميديا بما في ذلك الموسعة ويكيبيديا اللي كانت تأسست عامين قبل في 2001. مؤسسة ويكيميديا هي كما بغينا نقولوا هي المنظمة ولا المؤسسة اللي كتبرجي هذه المشاريع كاملة وحتى انها كتوفر امكانيات للمتطوعين باش يساهموا وباش حتى انهم ينظموا هذه الانشطة وحتى انهم كذلك باش توفر لهم موارد تقنيه باش تعاونهم. والمؤسسه ويكيميديا عندها شراكات مع بزاف ديال المؤسسات اخرين ولا منظمات اخرين اللي من خلالهم كتمكن انها تزيد القدام بهذه الثقافه ديال المحتوى الحر. المؤسسه ويكيميديا المقر ديالها في سان فرانسيسكو في الولايات المتحده الامريكيه وهي منظمه مش ربحيه يعني ما كتسعاش للربح المادي. وتأسست كما قلت في 2003 من جيمي ويلز ولاري سانجر اللي هما المؤسسين النت ديال ويكيبيديا. وكذلك هي كتنظم حملات ديال جمع التبرعات اللي هاد الحملات هما اللي كيمكنوا ان ويكيبيديا تبقى خدامة بشكل مستدام وكما وكذلك المشاريع الاخرى. دونك بهذا المنح بهذا الموارد اللي كتجمع المؤسسه كتقدر انها تعاود توزعهم على هذه المجموعات المحليه ولا المجتمعات باش حتى هما ينظموا انشطه في البلدان ديالهم ولا في المناطق ديالهم. كما ذكرت في البدايه انه كاين مجموعات على مستوى العالم يعني في بزاف المناطق وهما هم كيديروا انشطه. يعني ممكن لك
انت كمجموعه محليه تطلب دعم من مؤسسه ويكيميديا باش انك تمول مشروع معين ولا مسابقه معينه اللي من خلالها غادي يترتبوا عليها واحد النتائج ولا واحد المخرجات اللي غادي يعاونوا في التطوير ديال هاد المشاريع هذه. دونك هذا هو الفكره عامه على المؤسسه والانشطه ديالها وكيفاش انه ممكن هاد المنح كيساعدونا حنا كجمعيات محليه وكمتطوعين باش انه نقدروا نزيدوا القدام بالمشاريع حتى انه ممكن تكون استدامه ديال هاد المبادرات على المستوى المتوسط والبعيد. شكرا لك رضا على الجواب ديالك. هنا بغيت ننتقل عند أنس. قبيلة وانت تتهضر قلت لي بأنه أسستو مجموعات مستخدمي ويكيميديا المغرب باش أنها تسهل عمل المتطوعين في كتابة المقالات، يعني كتقدر أنها تجمع المتطوعين اللي باغين يكتبوا على كل فئة، مثلا اللي باغي يكتب على الفن التشكيلي ها هو الفريق ديالو كيتعاونوا بيناتهم باش كيكتبوا المقالات، اللي باغي يكتب مثلا على السياحة ها هو الفريق ديالو إلى آخره. واش تقدر تقربنا أكثر من هذه المجموعات هادو وشحال ديال المجموعات تقريبا عندكم؟ معلوم، هو بالنسبة للويكيميديا المغرب كما قلنا هي مجموعة مفتوحة، يعني ماشي واحد المجموعة اللي عندها واحد طريقة محددة باش أن الواحد ينخرط فيها ولا سميتو، يعني أي واحد عنده اهتمام بويكيبيديا ولا بغي يتعلم الويكيبيديا ولا أي مشروع من مشاريع الويكيميديا، لأنه كاين مشاريع أخرى بحال ويكيبيانات ويكيميديا كومنس نقدروا نهضروا عليهم من بعد، يعني أي واحد عنده اهتمام يقدر ينضم، والاهتمام ما عندوش علاقة غير بالمشروع التقني، عنده علاقة كما ذكرتي حتى بال يعني الموضوع، مثلا الفن التشكيلي، يعني إذا كان شي واحد مهتم بالفن التشكيلي وكيعرف واحد عدد الناس اللي مهتمين به يقدروا يكونوا مجموعة. فاحنا صراحة ما كنحدوش راسنا في واحد الموضوع معين، يعني إذا تجمعوا واحد عدد ديال الناس اللي بغاو يخدموا على شي موضوع كينضموا وكيخدموا عليه. فكما قلتي كاين واحد المجموعة ديال الناس اللي فيهم عدد من الأساتذة وعدد من الناس اللي هم خبراء في الفن التشكيلي اللي نضموا للمجموعة باش هما يبقاو يكتبوا مقالات في ويكيبيديا على الفن التشكيلي، وحنا كنتعاونوا بيناتنا، يعني اللي عنده خبرة في ويكيبيديا كيتلاقى مع اللي عنده خبرة في الفن التشكيلي وكيجلسوا وكيحاولوا يكتبوا مقالات مثلا على الفنانين المغاربة باش أن ديك المقالات تنشر على ويكيبيديا بلغات مختلفة. كذلك عندنا واحد مرات شي مشاريع اللي كنخدموا عليهم اللي كيكونوا موسميين، مثلا إذا كانت كأس العالم يقدروا يجمعوا واحد العدد ديال الناس ويكتبوا مقالات ولا يديروا شي حوايج اخرى عندها علاقه بمقالات بحال الصور ولا تسجيلات فيديو عندها علاقه بالكره ولا عندها علاقه بالمنتخب الوطني، يعني على حسب المواسم وعلى حسب المواضيع يقدروا اي واحد يطلب من المجموعه انها تعاونوا باش انه يخدم على شي موضوع معين. احنا بالنسبه لنا اهم حاجه هي انه المحتوى المغربي يكبر في انترنت، وكذلك احنا كنامنوا بانه المغاربه هما اكثر ناس اللي تعرفوا المحتوى المغربي، وانه راه الا ما كتبوش المغاربة على المحتوى ديال المغرب ولا على بلادهم ما غاديش تكون شي بلاد اخرى ولا شي ناس اخرين اللي غادي يكتبوا على المحتوى. فهذه الفكره ديالنا، وكاع المواضيع مرحب بها باش ان الواحد يخدم عليها، اهم حاجه هي انه ديك المعرفه تنشر. شكرا لك انس بزاف على الجواب ديالك، واكيد كيف ما قلتي انه راه المغاربه هما الاولى باش يكتبوا على المغرب وعلى الثقافه ديالهم وعلى زعما الامور اللي تتخصهم، فراه المغاربه هما الاولى باش انهم يقدروا يكتبوا عليه. هنا بغيت نطرح واحد السؤال اللي هو شنو هما الفئات اللي تتخدموا معاهم اكثر، شنو هما الفئات ديال الناس اللي كتشتغلوا معاهم من ناحيه العمريه ولا من ناحيه يعني مجال الاشتغال ديالهم، شنو هما الفئات الاكثر اللي تتخدموا معاهم اكثر؟ هنا غادي نبغي نعطي غنوجه السؤال للرضا. هو ما يمكنش لينا نحصروا العضويه المساهمين المغاربه، ولكن نقدر نعطيك فكره على الفئات العمريه ديال المساهمين. هو في الغالب كيتراوح اما من الفئه ديال الشباب، يعني المرحله ديال التعليم الجامعي كيكونوا عندهم الرغبه اكتشاف هذه المشاريع هذو، كيكون عندهم كذلك انه الوقت باش يساهموا فيه، يعني هما الفئه اللي نشيطه اكبر معنا في المجموعه. وعلى مستوى الموسوعة ممكن نقوله أنه بدا نسبيا أنه الشباب بدو كيعطيو أهمية لهذه المساهمة في المشروع ديال ويكيبيديا.
الإشكال اللي كاين باش نعرفوا الفئات العمرية هو أنه ويكيبيديا هي موسوعة حرة، يعني أي واحد ممكن يساهم فيها، ماشي بالضرورة أنك تعطي الهوية ديالك ولا تعطي السين ولا الخلفية ديالك. يعني هذا هو الحاجز اللي ممكنش لينا نعرفوا هذه المعلومات بدقة. أما على المستوى المجموعة، كاين مختلف الفئات العمرية اللي كيكونوا المجموعة وهما يكونوا المحركي هذه المبادرات. كاين كذلك معنا أساتذة جامعيين، معنا أساتذة باحثين، معنا كذلك مهندسين. يعني كاين واحد البروفيلات متنوعة على مستوى المجموعة، وكل واحد بحكم العمل ديالو ولا الخلفية ديالو كيحاول يعطي الإضافة لينا اللي ممكن لين حتى كتشكل واحد النوع ديال التنوع على مستوى المجموعة. ومن خلالها أنه كنديروا هذا التصميم ديال المشروع، المشاريع ولا هذه الأفكار اللي ممكن نطبقوها بتبادل الرؤى ديال هذا العمل. شكرا لك رضا بزاف على الجواب ديالك. هنا غادي نبقى دائما في التطوع ياك، وغادي نهضر على ما بين البرامج اللي كتخدموا عليهم. اتطوع واعرفوا ببلدي، واش تقدروا تقربونا منه اكثر، تعطونا عليه معلومات اكثر، شنو هما يعني شنو هما المجالات اللي كتبغيو تعرفوا بهم اكثر في هذا البرنامج هذا، وشكون هي زعما شكون الناس اللي كيخدموا فيه اكثر. هنا غادي نعطي الكلمه لرشيد اورقيه. رشيد تفضل جاوبنا على السؤال. مرحبا لبنى. بالنسبه للمشروع اتطوع واعرف ببلادي، هو واحد المشروع اللي صراحه مهم واللي خدم عليه الاستاذه رشيده واللي هي عضوه كذلك في المجموعه ديالنا. وكما قلت هو واحد المبادره للنشر، الهدف ديالو اننا ننشروا ثقافه التطوع خصوصا في الوسط الجامعي وبين الطلبه، لان التطوع خصوصا في مجال المعرفه غيساهم بشكل كبير في تكوين وفي بناء الشخصيه ديال الطالب. كذلك ان يعني هذا البرنامج هو واحد الفرصه اللي هي كبيره للتعريف وبإغناء المحتوى المغربي على ويكيبيديا بمختلف اللغات. شكرا لك رشيد بزاف على الجواب ديالك، وغادي نبقى في نفس دائما في نفس المنوال. وبغيت نسولكم كيفاش كتشوفوا المحتوى المغربي على ويكيميديا، كيفاش كيبان لكم المحتوى المغربي في ويكيبيديا؟ واش هو في تطور او لا؟ يعني في نفس يعني بقى على نفس المنوال او لا؟ كيفاش كتشوفوه؟ هنا غنعطي الكلمه لأنس. شكرا لبنى. هو في الحقيقه المحتوى المغربي دائما في تطور، يعني من نهار اللي بدات ويكيبيديا ولا من نهار اللي بدا الانترنت حتى لدابا راه طبيعه الحال المحتوى كيتطور، يعني غادي وكيزيد، ما يمكنش يكون غادي وكينقص. غير هو السؤال واش هذيك السرعه ديال التطور كافيه، يعني مقارنه مع كيفاش كتطور المحتويات البلدان الاخرى ولا كيفاش كيتطور الانترنت. في نظرنا حنا لا. علاش؟ لانه ملي كنشوفوا بلدان اخرى ولا كنشوفوا بعض المواضيع كنلقاو انه المحتوى ديالها كيتطور بواحد الشكل كبير، بينما احنا في المغرب مازال عندنا للاسف واحد النقص في الموضوع اللي هضرنا عليه عاد دابا اللي هضر عليه السي رشيد ديال التطوع. يعني عندنا واحد الصعوبه في المغرب من ناحيه الثقافه ديال التطوع، الناس ما كيتطوعوش بزاف، وبالتالي ما كاينش واحد المسايره لهذيك السرعه ديال التطور اللي كيكون عند الانترنت ولا اللي كتكون في البلدان الاخرى. فهذا بعض المرات كيخلق مشاكل ولا صعوبات، لانه يقدروا يجيو ناس من بلدان اخرى هما اللي غادي يكتبوا على المغرب، ويقدر ديك المعلومات تكون ماشي صحيحه، يقدر يكون داكشي بحسن النيه ولكن المعلومه ما كتكونش صحيحه. فاحنا بغينا نستغلوا هذه الفرصه باش نطلبوا يعني من الناس اللي هما بطبيعه الحال مغاربه وكيعرفوا مزيان المغرب انهم يساهموا اكثر في الكتابه على الموسوعات بحال ويكيبيديا باش يقدروا يوثقوا المعلومات، لانه هما اللي عارفين اكثر، هما اللي عندهم المصادر. ولكن بشكل عام المحتوى للاسف مازال فيه واحد النقص كبير، وبعض المرات ما كيكونش المشكل في المحتوى، كيكون المشكل حتى في المصادر اللي هي واحد الحاجه مهمه في ويكيبيديا. يعني حنا كنبغيو نكتبوا مقاله على شي موضوع ولكن ما كنلقاوش المصادر، فبالتالي احنا براسنا كنوحلو. وهذه مثلا كنلقاوها بشكل كبير في مواضيع بحال الفن التشكيلي، يعني كتلقى فنانه مغاربه اللي هما فنانه كبار ولكن كتلقى صعوبه كبيره باش تعرف انه فين تولد ولا وقتاش تولد ولا شي معلومات بسيطه على حياته، فكيجي صعيب انك تكتب المقاله. فمن هذا المنبر
انا كنبغي ناكد على واحد المساله مهمه اللي حنا كنحاولوا نخدموا عليها في المجموعه، واخا بطبيعه الحال نقدروا نطوروها اكثر، اللي هي المساله ديال الشراكات. يعني الا بغينا نخدموا مثلا على هذا، ناخذ المثال الفن التشكيلي، ضروري غادي خصنا باش نكتبوا مقالات في الفن التشكيلي خصنا خبراء في الفن التشكيلي ونديروا معاهم شراكه كما كنديروا في هذا المشروع هذا، وهذا غادي ينطبق على جميع المواضيع الاخرى. يعني فيما غادي نبغيو نكتبوا على شي موضوع خصنا نديروا شراكات مع الجمعيات ولا مع الفاعلين ولا مع الناس اللي هما خبراء في هذاك الموضوع، باش هما يعاونونا اننا نكتبوا واحد المقالات اللي هما فيهم جوده عاليه واللي كيوثقوا المحتوى المغربي بواحد الشكل مزيان. فمع الاسف كما قلت المحتوى المغربي مازال ضعيف، ولكن هذه خصنا نشوفها من واحد الناحيه ايجابيه. الناحيه الايجابيه هي انه كاين هناك فرص بزاف باش انه اللي بغى يساهم يقدر يساهم، وكاين فرص حتى انه تكون شراكات. فإذا كانوا كيسمعونا شي فاعلين لهذا البودكاست هذا اللي كيظنوا انهم يقدروا يساهموا بواحد العدد من المعلومات في المجال ديالهم، حنا كنرحبوا بهم نديروا معاهم شراكه ونطوروا مجموعين ان شاء الله هذيك المواضيع اللي هم يبغوا يخدموا عليها. شكرا لك أنس بزاف على الجواب ديالك، ومن هذا المنبر تنوجه واحد الدعوة للمستمعين الكرام والمستمعات ديالنا أنكم مرحبا بكم إذا بغيتوا تنضموا للمجموعات مستخدمي ويكيميديا المغرب، وإذا بغيتوا أنكم تطوعوا في نشر المحتوى على المغرب. هنا بغيت نطرح واحد السؤال، كيفاش ممكن ننضموا لكم؟ الناس اللي باغين ينضموا لكم كيفاش ممكن انهم ينضموا؟ كيفاش ممكن انهم حتى هما يبداو يكتبوا على ويكيبيديا؟ هنا بغيت نطرح السؤال على رضا. رضا واش تقدر تجاوبني؟ ممكن لجميع الاشخاص اللي مهتمين بمساهمه ويكيبيديا انهم اما يشوفوا حساب ويكيبيديا ثم يبداو المساهمات ديالهم، ولا انهم ممكن يتواصلوا مع مجموعات مستخدمي ويكيبيديا المغرب على موقع التواصل الاجتماعي صفحه ويكيبيديا المغرب، وتما ممكن تعطاهم اجوبه على كيف شنو هما الحوايج اللي ممكن يعاونوا فيها، وكذلك راه ممكن يلقاو رابط الانضمام لمجموعه المستخدمين باش حتى هما يوليو اعضاء فيها ويوليو نشيطين فيها ويشاركوا اكثر ويعاونوا المجموعات كذلك انا باش نحسن المحتوى المغربي في الانترنت وفي الويكيبيديا بالخصوص. شكرا رضا على الجواب ديالك. هنا بما انه هضرنا شويه على المحتوى المغربي، هضرنا على كيفيه الانضمام، بغيت نسولكم على البرامج ديالكم، وهنا بغيت نشير لواحد البرنامج اللي صراحه انا ما اريد ان احييكم على هذا البرنامج هذا، لانه بانت النتائج ديالو بالنسبه ليا، اللي هو مشروع التعليم قراءة ويكيميديا أو ويكيبيديا في القسم. هنا غادي نوجه السؤال لرشيد ونبغي يعطيني معلومات على هذا المشروع هذا، وعلى زعما كيفاش جاتكم الفكرة ديالو وعلى المراحل ديال الإنجاز ديالو. تفضل رشيد. شكرا جزيلا لبنى على السؤال ديالك. وغير كبداية يعني بغيت غير نعطي واحد النبذة صغيرة على البرامج الويكيبيديا التعليمية. فهي مجموعة من البرامج اللي كتشرف عليها مؤسسة ويكيميديا، الهدف ديالها أنها تدمج ويكيبيديا أو لا المشاريع الشقيقة ديالها في القسم وفي العالم وفي العملية التعلمية ديال التلاميذ والطلبة. وتم تصميم يعني مجموعة من البرامج في إطار ديال هاد المشاريع هادو التعليمية، خصيصا باش أنها تزيد الاستعمال لويكيبيديا في الأقسام وفي الجامعات. ايضا الهدف الاسمى منه انها تزيد تعزيز ديال الموارد المجانيه والمفتوحه المصدر. وكمثال على هذا البرنامج كما ديجا سبقتي ذكرتي، كاين برنامج قراءه ويكيبيديا في القسم اللي صراحه بالنسبه لي انا كنظن انه مشروع رائد للمؤسسه. وبالنسبة اللي ما عمرو سمع على هذا البرنامج هذا، فهو واحد البرنامج تدريبي بداته مؤسسة ويكيميديا، الهدف ديالو أنه يساعد الأساتذة والتلاميذ باش أنهم يطوروا من المهارات الإعلامية والمعلوماتية ديالهم، بحال مثلا كيفاش أنهم يبحثوا على المعلومة، كيفاش أنهم يديروا التقييم ديال هذه المعلومة، ثم كيفاش تاهما أنهم يساهموا في إنتاج معلومة جديدة.
وكم مجموعة مستخدمين يعني أن تبنينا هذا المشروع ديالو منذ البدايات ديالو، منذ أن قررت المؤسسة أنها تبدأ على شكل بشكل تجريبي، وبدأ في 3 ديال الدول المختلفة ومن بينهم المغرب. وبالنسبة لنا يعني دابا راه خدمنا على العام الفايت على النسخة الثانية، يعني بعد التجربة خدمنا على النسخة الثانية، يمكن نسميوها النسخة الثانية. ثم هذا العام إن شاء الله وكباقي الأعوام غنستمروا في الاشتغال على هذا البرنامج، وغنلونسيو النسخة الثالثة منه. دونك غنزيدوا نطوروا المشروع أكثر، سواء من ناحية تجويد المحتوى أو الطريقة باش غنخدموه. وغنديروا المزج بين التدريب الحضوري والتدريب عن بعد. شكرا لك رشيد بزاف. نعم تقدر تكمل. كذلك غير كإضافة يعني أن يعني كل دورة يعني أننا كان من الهدف ديالنا كما قلت أننا نغطيو كاع مناطق المغرب ونزيدوا من عدد المستفيدين من هذا البرنامج. وهذا ما كان يعني أنه إن شاء الله كما قلت راه غنمنصب إن شاء الله النسخة الثالثة قريبا في شهر، أتبدأ بشكل حضوري في شهر فبراير، ثم إن شاء الله النسخة ديالو عن بعد يعني من مورا رمضان إن شاء الله. شكرا لبنى. شكرا رشيد. كيف ما قلتي أنه غادي تبدأ النسخة الحضورية في فبراير، وعن بعد غادي تكون في مارس أبريل ياك. هنا بغيت نطرح واحد السؤال، هو كيفاش ممكن أنه الأساتذة يقدروا يشاركوا في هذا البرنامج؟ هذا منين غادي يقدروا يحصلوا على المعلومة؟ واش عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو لا عبر ويكيبيديا أو لا فين يقدروا يحصلوا على المعلومة بالضبط؟ هنا غنبغي نوجه السؤال دائما رشيد. هو يعني في بداية كل نسخة وفي بداية هذا المشروع هذا ديما يعني كنديروا الإشهار، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء أننا يعني كنتواصلوا مع الشركاء ديالنا باش أنهم يحاولوا هنا و رشيد الله يخليك، واش تقدر تذكر لي الأسماء ديال الصفحات ديالكم بحال هكا باش أن المستمعين الكرام ديالنا يعرفوهم ويقدروا يتواصلوا معاكم؟ يعني أننا راه عندنا تواجد في سواء على منصة فيسبوك، سواء في تويتر، سواء في انستغرام. والاسم ديال المجموعة فهو مجموعة ويكيميديا ماروك، كاينة بالعربية وكاينة باللغة اللاتينية. وكما قلت يعني راه كاينين الناس كيشرفوا على هاد المنصات هادو، وأي سؤال كيجيهم كيحاولوا أنهم يجاوبوا عليه. شكرا رشيد. نظرا لضيق الوقت بقى لي سؤال واحد نبغي نطرحه، اللي هو شنو هما التحديات والصعوبات اللي تتواجهكم؟ هنا بغيت نطرح السؤال لأنس. شكرا لبنى على السؤال. صراحة هو سؤال صعب، ولكن في نفس الوقت ضروري أنه أي مجموعة كتخدم إلا وكتكون عندها تحديات، وبالعكس خصها تكون واعية بديك التحديات باش تقدر تمشي لقدام. إحنا كمجموعة ديال الناس المتطوعين اللي كيخدموا على التطوير ديال المشاريع دو ويكيميديا في المغرب، طبعا الحال عندنا عدد من التحديات. اول واحد فيهم هو التحدي ديال التطوع، يعني كما ذكرنا في الاول المغرب ما فيش ثقافه تطوعيه كبيره، وهذا الشيء كيخلي باللي الناس ما كينخرطوش بسهوله في هذا العدد المشاريع. يعني تقدر تجي عند الناس وتقول لهم اجيو كتبوا في ويكيبيديا، ما غاديش هو يشوف الاضافه ديال انه يجي يتطوع بوقته غير هكاك ويكتب واحد المقاله بلا ما غتكونش عنده استفاده مثلا ماديه مباشره ولا شي حاجه بحال هكا. فهذا واحد من التحديات اللي كيكونوا عندنا، لانه هاد المساله هذه كتعني باللي الناس اللي هما كاينين دابا في المجموعه الى ولات عندهم ظروف اخرى ولا التزامات اخرى وما بقاوش في المجموعه، غادي بسهوله يعني المجموعه تقدر تضعف. هذا واحد من التحديات الكبار، ولكن هو ما عندوش زعما علاقه غير بالمغرب، هو كاين في بزاف ديال البلدان اللي كتكون فيهم يعني الثقافه التطوعيه شويه ضعيفه ولا ما كاينش بواحد الشكل كبير. كاين مشكل اخر حتى هو كنت ذكرته ولكن نعاود نهضر عليه، هو المشكل ديال توفر المصادر. يعني مع الاسف كاين بزاف ديال الحوايج اللي هي معروفه في المغرب ولا بزاف ديال الناس اللي هما معروفين في المغرب،
اللي ملي كتجي تكتب عليهم مقاله ما كتلقاش مصدر، واخا انت كتعرفه مزيان يعني شي مغني اللي تلقاه معروف وكيدوز ديما في التلفازه، ولكن ملي غادي تكتب مقاله عليه غتوحل ما غتعرفش باش غتبدا. انت كتلقى راسك عارف غير سميتو والاغاني ديالو، ولكن ما تعرفش فين قرا، فين تولد، فين كبر، فين تعلم الموسيقى. وهذا الشح ديال المصادر كيكون صعيب. علاش؟ لانه ملي تكتب مقاله في ويكيبيديا الا ما كنتيش موفر المصادر الاداريين غادي يمسحوها لك. فهذا واحد من التحديات اللي تهوك اللقاء، وداك الشيء علاش كنحاولوا نواجهوه باننا نديروا شراكات مع الناس اللي كيكونوا خبراء، يعني اما باحثين في المجال اللي غنكتبوا عليه، ولا كيكونوا كيعرفوا المصادر، ولا عارفين واحد كتبه معينه اللي كتكون فيها يعني معلومات على بحال هاد المواضيع اللي كنقلبوا عليها. فهذو هما التحديات اللي زعما كاينين عندنا. بطبيعة الحال عندنا تحديات اخرى بحال انه المنخرطين ولا الناس اللي كيكونوا في المجموعه كل واحد ساكن في بلاصه، يعني كتكون صعوبه باش انك تنساق ولا تلاقى، ولكن هذه كلها كتبقى تحديات بسيطه. واصلا بعض المرات كيكون التحدي عنده الحلاوه ديالو انك تتبغي تواجهه، لانه كيحفزك باش انك تخدم اكثر وتعطي اكثر. شكرا انس، شكرا لك بزاف على الجواب ديالك وعلى الايجابيه ديالك زعما وانت تهضر على التحديات، لانه كيف ما قلتي ان ممكن هو تحدي هو صعوبه، ولكن نقدروا نرجعوه تحدي ونقدروا اننا نخدمه باش اننا نوصلوا لهذاك الهدف. فشكرا لك على الجواب ديالك، شكرا للحضور زعما الضيوف ديالي، شكرا لكم بزاف لأناس رضا ورشيد. وهنا قبل ما نساليو البودكاست ديال اليوم غنعطي لكل واحد فيكم دقيقه. رضا، شنو ممكن تقول للمستمعين؟ شكرا لبنى. اللي نقدر نقوله انه المجموعات الويكيميديا المغرب منفتحة على جميع المساهمين ولا الأشخاص اللي مهتمين باش يعاونوا المجموعة ولا يعاونوا المجموعة في النشاطات ديالها ولا في الأهداف ديالها ديال تطوير المحتوى على الإنترنت وبالأخص في ويكيبيديا. وكذلك أنه المجموعة عندها مجموعة من البرامج والأنشطة اللي غادي تسعى أنه تخدم عليهم خلال هذه السنة الجديدة. وكنقول للمستمعين الكرام انه يبقاو على اتصال بنا في شبكة التواصل الاجتماعي على مختلف الصفحات باش يبقاو على يتبعوا المستجدات والاخبار اللي متعلقه بالانشطه، وحتى انه اذا بغاو يساهموا معنا المساهمه ديالهم تكون جد ايجابيه. يعني كما سمعنا اليوم في البودكاست انه في مجموعه تحديات اللي كنطمحوا انه نجاوزوها، وبفضل المساهمات ديالهم والدعم ديالهم ممكن لينا انه نوفروا هذه المعلومات للقارئ، حتى انه نحسنوا من الجوده ديال المعلومات اللي عندها علاقه بالمغرب، وحتى انه نحسنوا كذلك الحضور المغربي على الانترنت بصفه عامه. شكرا رضا. هنا غادي نمشي عند رشيد. رشيد، شنو ممكن تقول لنا؟ شكرا لبنى. اذا كما سبق السيره ذكر، فالمجموعه خدامه على مجموعه ديال المبادرات والمشاريع. مثلا نعطي غير كامثله على السريع، مثلا كاين المشروع التقني، كاين مشروع توثيقي، كاين مشروع التواصل، ثم كاين هذا مشروع التطوع واعرفه ببلادي. فيعني كاين مجموعه ديال المبادرات، لكن يعني كاين عدد المتطوعين اللي خدامين في هذه المشاريع قلال بزاف. والرسالة ديالي أن يعني إحنا في حاجة مس المتطوعين أينما كانوا في ويكيبيديا، دونك نقول لهم بأن را يعني مرحب بهم في أي وقت، وإحنا يعني راه الإشارة في المواقع التواصل ديالنا أننا نجاوبوا على جميع الأسئلة ديالهم، واللي بغى ينضم لنا مرحبا به. وهذا ما كان، وشكرا جزيلا لبنى مجددا على الاستضافة، وشكرا. شكرا لك رشيد، شكرا على الكلمة ديالك. الآن بغيت نوجه نفس الحاجة لأنس. أنس، شنو ممكن تقول لنا؟ صراحة صعيب أنك تدوز مورا سيري دو سي رشيد وتقول شي حاجة جديدة، لأنه كنظن أنهم ذكروا كل شيء اللي خصو يتذكر. إلا كان خصني نقول شي حاجة غير باش نعود نأكد على ذلك اللي قالوا الإخوان، هو باللي المحتوى المغربي مازال فيه بزاف اللي يقدر يدار. وهذه المجموعة هذه الهدف ديالها هي أنه واخا غير بواحد الشكل صغير تخدم على هذا المحتوى، فبالتالي كاين واحد العدد ديال المشاريع اللي يقدر الواحد يخدم عليهم، كاين بزاف ديال الخبرات اللي كاينين. وحنا اللي كنتمنوا هو أنه ينخرطوا ناس كتر، ماشي ضروري في المجموعة، ولكن ينخرطوا ناس كتر
في الكتابة على المحتوى المغربي. بطبيعة الحال بغاو يستافدوا من الخبرات ديال الناس اللي في المجموعة، راه تكون حاجة مزيانة، ولكن إلا بغاو غير أنهم يقدموا إضافة ولا أنهم يتطوعوا وسمعونا ولا سمعوا الرسالة ديالنا من هذا المنبر، هذا في حد ذاته غيكون إضافة كبيرة. يعني حنا اللي كنتمناو في المستقبل إن شاء الله هو نشوفوا محتوى مغربي قوي وموثق مزيان، وأنه المعلومات اللي على المغرب سواء القرى ديال المغرب، المدن ديال المغرب، الماكلات ديال المغرب، كل شيء اللي عنده علاقة ببلادنا أنها تكون عندها واحد الحضور الكبير في أنترنت كما هو الحال بالنسبة لكاع البلدان والحضارات الأخرى. وشكرا بزاف على الاستضافة. شكرا لك أنس بزاف، شكرا رضا، شكرا رشيد على هذه الخدمة هذه اللي كديروا، على روح المواطنة اللي عندكم وعلى الغيرة ديالكم على بلادكم. هنا بغيت نشكر المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات ديالنا على الإنصات ديالهم، وكنتم مع أولى حلقات برنامج عالم ويكي. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة، نتمنى أنها تكون مفيدة وممتعة بالنسبة لكم. غنضرب لكم موعد آخر مع حلقة جديدة اللي كتنص على اللي غنهضروا فيها على مشروع من مشاريع ويكيميديا المغرب. شكرا على حسن الاستماع، شكرا للضيوف على الحضور ديالكم، شكرا على الوقت اللي عطيتونا، شكرا على المعلومات القيمة اللي عطيتونا. نتمنى أنتم تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا لكم، إلى اللقاء، نتلقى في حلقة جديدة مع ضيف جديد ومشروع جديد.